بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. سؤال يطرحه الكثير من الإخوة، من الشباب، من الفتيان والفتيات، أنه كيف يمكن الإنسان أن يبتعد عن الحرام؟ شباب على حال يمرون علينا ويسألون هذا السؤال، أنه كيف إحنا نبتعد عن الحرام؟ كيف نحاول أن نتجنب الحرام؟ سؤال إنصافا أعتقد سؤال مهم وأساسي، كخطوة أولى أن يقترب الإنسان إلى الله. من لا يمكن لي أن أقترب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالطاعة، ما يمكن الإنسان يقترب إلى الله بالمعصية، ما يمكن الإنسان يقترب إلى الله بالمخالفة، أن أخالف رب العالمين وأنا أتقرب إليه ما ممكن. هذا اللي تسمعونه في بعض الأحيان، جماعات منحرفة يقولوا إحنا نعصي ونزيد في العصيان حتى رب العالمين يفرج عنا. هذا غلط. رب العالمين على أي حال يريد الطاعة، رب العالمين يريد الابتعاد عن المعصية. وأنا في الواقع لا يمكن لي أن أقترب إلى رب العالمين إلا أن أبحث عن وجوه طاعة الله. شلون أنا أطيع رب العالمين؟ شلون أنا أقترب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا جدا مهم، ونحتاج أن ولو لدقائق نتكلم عن هذه القضية. النقطة الأولى اللي أتكلم عنها أنه أيها الإخوة أيها المؤمنون، نحن في الحياة الدنيا مبتلون بالشيطان، الشيطان ووسواس النفس والنفس الأمارة بالسوء، هذه كلها تجر الإنسان إلى الغلط، تجر الإنسان إلى الغفلة، تجر الإنسان إلى الانحراف والابتعاد عن الله. وهذه طبيعة الحياة، الدنيا هي هالشكل، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار امتحان، الدنيا دار على حال تجاذبات بين الإنسان بعقله، الإنسان بنفسه، نفسه المؤمنة المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء. هذا الحرب موجودة في داخل الإنسان. لذلك تشوف نفسك في بعض الأحيان أمام معصية، شوف في داخلك يقول لك لا لا تسوي، وشوف أنه في داخل نفسك أنه يلا بس هالمرة وبعدين توب إلى الله. أكو حالة من المعركة، معركة داخل الإنسان، أنه كيف الإنسان على حال يغلب جانب الطاعة، جانب الضبط النفس، على جانب النزوة والسقوط والانحراف. هذا يحتاج إلى صافا مراقبة، أن كيف أراقب نفسي. قصة لطيفة ينقلوها، لا بأس أن أنقلها لكم. جاء شاب إلى عالم من العلماء، قال له: يا سيدي، أني مبتلى بالنظر إلى النساء، أنا مبتلى بالنظر إلى النساء، وما يمكن لي أن أغض النظر عن الحرام. يعني أنا إذا شفت مرأة ما أقدر ما أشوفها، لازم أشوفها، لازم أتمعن فيها. ولم تسلم فتاة في الشارع أو تمر علي إلا وأنظر إليها، وأنا ما أقدر أمسك نفسي عن هذا الأمر. هذا من يقوله؟ شاب جاء لعالم يشكو حاله،
يشكو حاله، يقول أنا مبتلى بالنظر الحرام، شو أسوي؟ ابحث لي عن حل، ابحث لي عن طريقة. العالم الحكيم، العالم الحكيم ما أجاب بشيء، ما قال له شو تسوي، ما قال له مثلا اتقي الله كذا أبدا، وإنما قال له شيئا. اسمعوا جيدا أيها الشباب أيتها الفتيات، العالم راح جاب له إناء، هذا الإناء شو تسموه أنتو؟ سموه كوز، سموه مثلا سطل، قدر، أي شيء، أنا خلي أسميه سطلة، سطلة، سطلة فيها ماء، سطلة فيها ماء، سطلة مفتوحة مليئة بالماء. هذا العالم قال له يا أيها الشاب خذ هذا الماء بهذا الإناء إلى المكان الفلاني، إلى المكان الفلاني، وإياك أن تسقط من هذه من هذا الإناء قطرة ماء، إياك أن تسقط قطرة من هذا الماء على الأرض، وأنا أرسل لك هذا ابني وياك يراقبك، أنه إذا سقطت قطرة ماء يجي يقول لي وأنا على حال أتصرف معك. العالم أعطى للشاب سطلة من الماء مليئة بالماء، هذه السطلة، وقال له روح مكان ودير بالك لا تسقط قطرة من هذا الماء. وهذا الشاب تدرون شاب يريد يصلح نفسه، وإجي للعالم إيش قال له؟ قال له أنا حل مشكلتي، ما أقدر ما أشوف البنات، ما أشوف النسوان، حل مشكلتي. والآن يريد يحل مشكلته العالم، أعطاه هذه سطلة الماء، قال له روح وديها المكان الفلاني. يقول هذا الشاب أخذ السطلة ويمشي بحذر وبتركيز، كل عينه على هذا الماء أن لا ينسكب منه شيء، أن لا تسقط منه قطرة. وهذا الولد المراقب هم يراقبه، يمشي يمشي هالشكل إلى أن وصل إلى المكان المطلوب، وصل السطلة أنطاهم إياه ورجع، رجع علما للعالم. فقال له العالم اسمعوا أيها الشباب، اسمعنا أيتها الأخوات، العالم سأل أيها الشاب ذهبت إلى المكان الفلاني؟ قال نعم يا مولاي، أنت قلت أنه خذ هذا الإناء وأنا أخذت الإناء. قال له اسمعوا، قال له كم فتاة رأيتها في الطريق؟ كم بنية شفتها؟ قال والله لا، لم أرى بنتا، لم أرى فتاة، ما شفت ولا بنية. قال كيف؟ العالم يقول له، يقول له كيف ما شفت ولا بنية؟ أنا دزيتك على طريق، أرسلتك على طريق هو سوق مليء بالفتيات، شلون ما شفت فتاة؟ شلون؟ قال يا مولاي أنا كل بالي وكل ذهني على أن هذا الماي لا ينسكب، فكل بالي كان على هذا الماي، ما شفت بنات، فتيات، شباب أبدا، ما التفتت إلى هذا الأمر. فضحك العالم، إيش قال له؟ قال له هكذا، اسمعوا جيدا، قال هكذا إذا راقب الإنسان نفسه فإنه سوف شنو؟ سوف لا يلتفت إلى الحرام. إذا راقب الإنسان نفسه بعد ما يلتفت أكو بنات، أكو فتيات، أكو فساد، أكو مقاطع، أكو أفلام، خلاص الإنسان لما يراقب نفسه هو مجهول بنفسه، والمجهول بنفسه ما يهمه منو يمشي ومنو طالع ومنو يحكي ومنو يقول ومنو متبرج ومنو متستر، مو يهمه.
هذا الأخ الشاب كان ملتفت أن هذا الماء لا يسقط، فعينه كلها وذهنه مشغول بهذا الماء لا ينسكب من عنده شيء. إحنا لو نمشي بالشارع، اسمعوا شباب، لو نمشي بالشارع وكل بالنا أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا، الله أن يرضى عنا، الله أن يرضى عنا، الله أن شنو على حال نخرج من الامتحان بشكل صحيح. الإنسان اللي يراقب الله يطيح بالحرام، الإنسان اللي دائما يشعر أن الله موجود، دائما يشعر أن الله على حال ناظر، والناظر هو الحاكم يوم القيامة، يعصي الله؟ لا لا. شكيت شباب يجون يقول سيدنا احنا مبتلين، شباب يجون يقولوا لي احنا مبتلين بعادات سيئة، شلون نتركها؟ واحد يقول انا مبتلى بسماع الاغاني، شلون اتركها؟ واحد يقول انا مبتلى بعادات قبيحة، شلون اتركها؟ جوابي نفس جواب هذا العالم، أنه أنت ركز على نفسك وراقب نفسك، ودائما فكر أن الله معك، أن الله ناظر إليك، وأن الله أقرب إلينا من حبل الوريد. الله أقرب من هذا الحبل، هذا الحبل يعني هذا الوريد اللي الآن هو عنده الترقوة، عند شنو؟ وعند رأسي وكياني، رب العالمين أقرب من كل شيء إلي. فإذا أنا راقبت الله أطيح في المعصية؟ أنت لو تحس أن الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه معك في كل لحظة وينظر إليك، وتأخذ كتبنا وتأخذ صحائف أعمالنا له، نعصي الله؟ نعمل شيء اللي يكسر خاطره؟ لا. فالجواب على السؤال اللي طرحته في بداية الحلقة، كيف يمكن أن نبتعد عن المعصية وكيف يمكن أن نجنب أنفسنا الحرام، الجواب هذا، أن نراقب أنفسنا ونلتفت إلى أن الله ناظر إلينا، الله ناظر، الله ينظر إلينا. لابد الإنسان أن على أي حال يراقب أموره ووضعه، ودائما يشعر أنه مو وحده. مشكلة القرآن الكريم لما يتكلم عن الفاسدين يقول فإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا خلوا، هاي الخلوة مع الشياطين لما أنت تحس أنك أنت مختلي، ماكو أحد غيرك وغير شيطانك وغيرك وغير على حال نزواتك، طبعا راح تطيح بحرام، تسقط بالحرام. أما إذا أنت تعرف أنه ماكو شيء، ماكو مكان، ماكو زمان الله ما موجود فيه، فماكو شيء اسمه خلوة، ماكو خلوة، خلوة المكان الذي لا يكون لله وجود، والله في كل مكان موجود، أن لا يكون هناك مراقبة من قبل الله، والله كل شيء يراقبنا، والله سبحانه وتعالى يراقب، الله يعلم ما في الصدور. هذا الشعور جدا مهم، جدا مهم. أيها الأحبة، نحن في رحاب أيام، سنستقبل شهر محرم الحرام، شهر الشهادة والتضحية والدم، شهر الحسين ومظلومية الحسين. أعتقد كل شبابنا الآن وفتياتنا وعوائلنا يستعدون على أن شلون يحيون مجالس أبي عبد الله الحسين، شلون يقومون بواجباتهم اتجاه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في إحياء مظلوميته واستذكار قضيته. فخوش فرصة، انصافا فرصة طيبة لنا جميعا الشهران القادمان، شهر محرم وصفر، فرصة ممتازة
أن شلون نراقب أنفسنا أكثر، كما أننا في محرم الحرام شوفوا، كما أننا في محرم الحرام ما نسوي أعمال فرح وما نعمل أعمال اللي هي فيها سرور وعلي حال وعرس وكذا، لأنه سيد الشهداء مستشهد وإحنا علي حال نريد نحتفي بشهادته ونواسي أهل البيت ونلبس السواد وما نلبس أشياء أخرى. هذا الجو الذي يحكمنا وهو جو الحزن والمصاب على سيد الشهداء هو جو وبيئة مناسبة على أن نراقب أنفسنا أكثر. وموسم طيب، الإنسان يمر في موسم يراقب نفسه، يراقب عينه، يراقب وضعه، يراقب تصرفاته. إن شاء الله نطلع من شهر محرم وصفر ونحن حسينيين بكل معنى الكلمة. شنو بمعنى حسينيين بمعنى الكلمة؟ أن نكون بعيدين عن الغلط، بعيدين عن البهتان، بعيدين عن الفساد، بعيدين عن التسيب الأخلاقي. هذا اللي يحتاجه الإنسان الحسيني الحقيقي. إن شاء الله في رمضان في محرم عندنا كلام معاكم في هذا المجال إن شاء الله تعالى. نعم الأخ محمد تفضل. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله صحة سيد، إن شاء الله بخير. حياك الله حبيبي، بارك الله فيك. سيد نطلب من عندك الدعاء، لأن أنا ثاني سادس وباشر عندي امتحان، نطلب من عندك بركتكم وبركة دعاتكم سيدنا. الله يوفقك يا أخ محمد ويعطيك العافية إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله أدعو لك. الله يسلمك سيد، من دعينا سيد، والله إحنا طلاب ثالث متميزين ودراستنا صعبة، إن شاء الله دعاتكم إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله تعالى، خدمتك خدمتك حبيبي. نعم بصمة صوتية. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. سيدنا يعني صار لي تقريبا 15 سنة متزوجة وعندي 3 أولاد، واحد من أولادي مريض يعني تقريبي طيف التوحد، وزوجي يعني هو من بداية زواجنا أو قبل زواجنا هو كان مريض يعني عنده حالة نفسية وهذا، بس هسه كثرت عليه يعني هاي الحالة، وهسه حاليا وتقريبا صار له سنتين استعمل علاج، وهذا العلاج لازم يستمر عليه ما يصير يعوفه. هو هسه عنده شخص دكتور عنده شلل رعاش وشوية مات يعني يتخيل له شغلات تراواله، يتخيل بين احنا مو احنا مدري يعني هو شغلات. وهسه انا قريب 8 اشهر انا قاعدة عند اهلي، مصروفي كل على اهلي، اولادي على اهلي، وهم يعني لا هو ولا اهله ما لهم، اهله موجودين عند اهل عند اخوة، وهو مات ما نروح للبيت يضل يحكي ساعة يقول تعال رجعوا ساعة نروح لين ما يقبل نضل بالبيت ساعة أقول أبقوا المخلص الكلام، يعني إذا أظل قاعدة ببيتي أو أروح البيت لازم أنا أصرف عليه وعلى أطفالي. الله يسهل أمرك إن شاء الله. أجيبها لو عندي اتصال. رقية تفضلي بابا. أم رقية تفضلي. السلام عليكم سيدي. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بك سيد أنا متفائلة بالدعاء، أريدك تدعي لي ابني بالنجاح والبنتي دعيتها بالمعدل الزيرو. ألو. بل تطلبين الدعاء فقط؟ وعندي مسألة ما أقدر أحكيها يعني ويطلع يعني هاي المسألة بالتلفزيون، يعني بيني وبينك شلون يعني بالبرنامج. يعني مسألة خاصة ما يمكن واحد يذكرها على الفضائية يعني، ف يعني حاولي أنه تتراسلين مع مؤسسة المصطفى، قناة مؤسسة المصطفى على التليجرام، أو تتواصلين مع تطبيق المجيب، يعني تطبيق المجيب أيضا كل المسائل يمكن احنا نستقبلها ونجاوب عليها بشكل واضح. مشكورة يا أخت أم رقية، بارك الله بك. أنا خل أجاوب يا أخ علي وبعدين الأخ محمد المتصل الأول، وهو طالب في السادس الإعدادي، وتدرون إخواني هالأيام طلاب السادس يخوضون امتحانات، يعني امتحانات مصيرية، امتحانات نهائية، يعني بهاي الامتحانات
إما أن ينجحوا ويدخلوا في الجامعات والمعاهد ويستمروا في الدراسات ويحصلوا على مقامات إن شاء الله وشهادات، وإما أن يفشلوا ويعيدون أيضا. فهي امتحانات مصيرية إنصافا لشاب أو لشابة درست 12 سنة 12 سنة درسوا حتى يوصلون إلى شهادة معينة. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام الطاهرة من شهر ذي الحج، بحق يوم المباهلة، بحق صاحب المباهلة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يأخذ بأيدي هؤلاء الشباب وبأيدي هؤلاء الشابات الفتيات المجدين والمجدات، ومنهم الأخ محمد المتصل، أن يأخذ بأيديهم إلى النجاح ويلهمهم المعرفة والذكاء والانتباه. وليعرف الأخ محمد والإخوة جميعا أنه الرواية تقول من جد وجد، من جد وجد ومن زرع حصد. كل ما تعبون على أنفسكم، كل ما تدرسون، كل ما تطالعون تحصلون على نتائج جيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا اليوم أن يوفق الجميع بما فيهم الأخ محمد المتصل، الله يوفقكم. الأخ صاحبة البصمة متزوجة وعدها أولاد، وأحد أولادها مبتلى بمرض التوحد، وهو مرض على حال نفسي مزعج، الله إن شاء الله يشافيه. وللأسف العراق يعني يفتقد إلى إمكانية علاج هذا المرض، وإن كان هناك محاولات. العتب الحسينية الله يعزهم مسوين مركز لمعالجة التوحد الآن في كربلاء، مركز مهم، وهذه في الواقع الحوز العتبات سباقة في هذا الأمر. أنا أدعو الأخت الكريمة أن تأخذ ابنها إلى مركز معالجة التوحد في كربلاء، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعالجوا. وتقول أنه زوجي أيضا يعاني من مرض نفسي، يوم يريدنا يوم ما يريدنا، يوم يطردنا يوم يقبلنا، وإحنا في دوامة، شنو اللي نسوي إنصافا؟ أختي الكريمة أنت مبتلات بزوج مريض، مبتلات بأحد الأولاد المرضى. فأولا يعني لابد الإنسان أن يتحمل، شنو اللي نسوي يعني، شنو اللي واحد يسوي؟ تتحملين هاي المشكلة، مشكلة المرض والابتلاء. وأكو هناك مؤسسات، أكو هناك جهات، واحد على حال يلتمس منهم على أنه يعالجون الزوج. وعموما الحياة هي هذه، يعني الحياة فيها بلاء وابتلاء ومشاكل، لابد الإنسان بشكل أو بآخر يتصرف تصرف صحيح حتى لا يزيد المشاكل مشاكل أخرى، الله يوفقكم. أم رقية أيضا تطلب الدعاء لبنتها وولدها. في واقع الحال أنا أيضا أرفع يدي للدعاء، اللهم بحق محمد وآل محمد اجعل أولاد وبنات الأخوة أم رقية قرة عين لهم، أصلح أمرهم وأبعدهم عن الشيطان والوساوس، وأبعدهم عن الشياطين الجن والإنس، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا رب العالمين، وجميع الأخوة المؤمنين إن شاء الله تعالى. نعم عندي متصل، بصمة تفضلوا. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام سيد، ايش اخبارك؟ اهلا ومرحبا سيد، اذا ممكن تجاوبني على هذا السؤال اكون ممنونه من حضرتك. نعم عندي قطعتين، القطعه الاولى اني مقرره ابنيها حسينيه، والقطعه الثانيه قلت اني ابنيها اسوي يعني اسكن بيها، بس هسه اختلف رايي، اريد القطعه الاولى اللي انا قررت عليها ابنيها حسينيه اريد هسه ابنيها واسكن بيها، والقطعه الثانيه اسويها حسينيه اذا ممكن، يعني سويت هيك يعني اختلاف بالراي صار عندي. بلي واضح، مشكورة يا أختي الكريمة. الأخت تقول أنا عندي قطعتين أرض ناوية أن وحدة تسويها حسينية والثانية أن تبنيها للسكن. تقول الآن تغير رأيي، أريد الأولى أخليها للسكن والثانية للحسينية. ما في مشكلة، النية هذه ما في مشكلة، الإنسان ينوي شيء ويبدل نيته لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، ما دام أنت ما قلتي أوقفت هذه الأرض، وما قلتي هالكلام ولا جعلتيها وقف
وإنما ناوية أن تسويها، هاي النية يمكن الإنسان يبدلها، لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، بصمة أخرى تفضلوا. السلام عليكم. شلونك سيدنا؟ شخبارك؟ أنا معلي من بغداد. سيدنا أني بخصوص عندي والدي، يعني صارت شوية يعني محادثة، يعني تعاركنا أنا وياه. فسيدنا، فهل يعتبر هذا عقوق الوالدين؟ أو أنا أخاف يعني من الله سبحانه وتعالى، وأخاف يعني أن مثلا لا سمح الله يصير بي شيء، أو يكون هو زعلان من عندي، أو أنا يعني غاضبة عليه. فسيدنا يعني لكونه أن هو يتدخل في حياتي الزوجية، وكأن يعني يتدخل في حياتي الزوجية، فيعني يسبب لي المشاكل. نعم، الأخت أم علي صاحبة البصمة تقول على أنه صار عندي نزاع مع الوالد، وأنا رفعت صوتي على الوالد، وأحس أنه أنا مقصرة، وأخشى أن أكون عاقة لوالدي. شوفي أم علي، الإنسان في الحياة يبتلى بالمعاملة مع الوالدين. معاملة مع الوالدين معاملة حساسة، أن شلون أنت تتعاملين مع والدك أو والدتك بطريقة صحيحة، بدون رفع الصوت، بدون إزعاج، بدون سب وشتم، بدون إهانة، بدون إيذاء. هذه البدونات إن صح التعبير، بدون صعب. قد بعض الأحيان الأم على حال تزعج الإنسان، شلون أنا أتعامل معها بدون أن أزعجها، أو أتعامل معها بدون أن آذيها، بدون أن أسبها، بدون أن أرفع صوتي عليها. هذا الردع، ردع الإنسان نفسه، هاي بدون يعني أردع نفسي، هذا صعب، ولكن ممكن الإنسان يضبط نفسه. أنت تقول أنا ما ضبطت نفسي، أنا مع الوالد شوي صار عندي رفع صوت، شوي صار عندي إهانة إليه، وأنا الآن ما أدري شنو اللي أسوي، وأنا الآن على حال عندي حالة من التأنيب الضمير، قد أكون أنا عاق. إذا الوالد على قيد الحياة جيد، ما زالت الفرصة موجودة، ورضيه وروحي له وقبلي إيده ودي له هدية وسلمي عليه، والبابا أنا آسفة أنا أسأت وياك، جيد، فرصة إرضاء الوالد موجودة. هذا واحد. اثنين، تقولي أنه هو يتدخل في حياتي الزوجية. نعم، أنا أقبل هذا الكلام، أنه بعض الآباء والأمهات يتدخلون في حياة الزوجية لأولادهم. أنت حاولي أن تمنعي من تأثير الوالد في حياتكم الزوجية. يعني هو قد يتدخل، بس أنت وزوجك اتفقي أنت وزوجك أنه والدك ما يقول لا تدير بال، إيش ما يريد كذا، أنت سوي نفسك على حال ما قايل شيء. احنا نمنع تأثير تدخلات الوالد. قد انا ما اقدر اقول للوالدي لا تتكلم او لا تتدخل لا تجي، لا ما اقدر، هو يجي وهذا والدي، شنو اللي اسوي له؟ فانا اتحمل واقول للزوجي انه انت ايضا سوي نفسك ما سامع شيء، سوي نفسك كذا، فنجعل تدخل الوالد غير مؤثر بحياتنا. هو موجود بس ما مؤثر. يعني نقرر على أن لا نخلي تدخلات الوالد تأثر على علاقاتنا. وهذا صعب طبعا، ولكن قلت ممكن الإنسان بذكاء ويحاول أنه يرمم العلاقة مع الوالد بشكل أو بآخر. نعم، بصمة أخرى تفضلوا. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. هناك مشكلة أحب أطرحها على حضرتك. مشكلة نحن طلبة من العراق ندرس دراسات عليا في مصر، صراحة نواجه بعض المشكلات وبعض المضايقات والعراقيل بسبب نحن على المذهب الشيعي، والحمد لله بعض الدكاترة والمصريين يطرحون علينا السؤال التالي: هل أنتم شيعة أم سنة؟ فإذا أجبنا بنعم نحن على المذهب الشيعي، فهذا
راح يخلينا صراحة في موقف صعب، لربما المحاربة من الدكاترة وكذلك من بعض المصريين. أما إذا أجبنا بلا فتكون الأمور طبيعية جدا. كذلك كثير من الأحيان نحن في الجامعة يكون أو يدخل موعد الآذان سواء كان الظهر أو العصر، فنضطر إلى تأخير الصلاة عن موعدها ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك بسبب أنه حتى لا يكشف أمرنا صراحة. فكيف نتعامل مع هذه الأجواء وما هو تكليفنا؟ متصلة أبو ملاك، تفضل أبو ملاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال سيدنا، شلون صحتك؟ حياك الله، بارك الله فيك. سيدنا عندي سؤال بلا زحمة. نعم. السؤال الأول، أكو تطبيق وهاي مات الإنترنت تقدر تعتمد عليه بأوقات الصلاة بالأذان؟ تطبيق الشنو؟ يعني أكو تطبيق بالإنترنت مثل حقيبة المؤمن أو كذا نقدر نعتمد عليه بالأذان أوقات الأذان، يعني من يأذن نقدر نمشي على الصلاة مالتنا نصلي وياه. واضح. واضح. السؤال الثاني، عندي سؤال شوية، انه الاشهر العربية نعم الشر الغاية من التقدم مالها، يعني كل فترة انه يتقدم، معنى سعب الاشهر الميلادية يعني الصيف نقول ثابت والشتاء ثابت من الشهر الواحد او 12 هذا الشتاء يستمر، يعني شعجب يعني الاشهر الهجرية متحركة مو ثابتة، شو الغاية منها؟ جميل جميل جميل. ويا ريت اذا انه اكو دليل بالقران يدل على هذا الشيء، واقول لك ممنون. مشكور حبيبي، مشكور، حياك الله. خل اجاوب على الاخت صاحبه العفو، الاخ صاحب المشكله. الاخ صاحب البصمه يقول انا ادرس دراسات عليا. اخواني سمعوا جيدا البصمه مالته، لو تسمعوها مره ثانيه راح تفهمون شنو المشكله اللي يعيشها. الاخ يعيش في جمهوريه مصر العربيه، يدرس في جامعات مصر دراسات عليا وهو من الشيعة. يقول أنا أعاني في الجامعة، أعاني من قضية طائفية، فالأساتذة والدكاترة وما إلى ذلك هم في الواقع متعصبون طائفيون ويفتشون عن عقائدنا، أنت شيعي لو سني؟ إذا قلت أن سني وضعي زين، وإذا قلت أنا شيعي راح ياذونه ويحاربونه وإلى آخره. فأريد ألفت نظر، يعني ألفت نظر المعنيين بمسائل حقوق الإنسان، المعنيين بقضية السلم الأهلي والوحدة بين المسلمين، تعالوا شوفوا بلد كبلاد مصر المعروفة بالبلاد التحضر والحضارة والعلم والثقافة، شلون كبارهم ونخبهم، نخبهم العلمية شلون يتعاملون مع طلاب وافدين من العراق أو وافدين من دول أخرى، أنه كيف يتعاملون معاهم في التفتيش عن عقائدهم. أنت شنو دخلك في عقيدتي؟ يعني أنا طالب عندك في الكلية أدرس سواء طب أو هندسة أو شيء، شنو دخلك في عقيدتي؟ أنا شيعي أو سني، شنو دخلك أنه أنا أتوضى بهالطريقة وأتوضى بتلك الطريقة؟ شنو دخلك أنه أنا أوالي عليا أو أوالي غير علي؟ هذا يعني أكو شيء اسمه حالة طائفية مقيتة تعشعش في تيار ديني في مصر، للأسف إلى الآن يجعل الشباب في حالة خوف ورعب، وحالة رعب عنده. يقول سيدنا احنا حتى الافطار في رمضان ما نفطر في الوقت، نأخره ساعتين ثلاث حتى لا يحسوا احنا شيعة وقت افطارنا شوي متأخر عن افطارهم. شوفوا يا اخوان، واحنا الان بالعراق لما نعيش حالة التعايش والسلام والكذا، ويجي السني الى البصرة ويجي السني الى النجف ويصلي في حرم ابي منين وهو على حال متشتف، ما حد يقول له ليش، ما حد يقول له تمنه، ما حد يقول له انت كذا، بل لما نحس ان واحد جاي من منطقه سنيه وما عنده مكان نوديه لبيتنا ونستضيفه، شوفوا اخلاق اهل البيت، شوفوا اخلاق اهل البيت، شوفوا اخلاق معاويه واخلاق بني اميه اللي زرعوا فينا حاله من الحقد.
الحقد اللي في الواقع زرعته الثقافة الأموية والعباسية في نفوس المسلمين. أقول للأخ الكريم على حال أنت تعيش في حالة تقية، تحاول أن تخفي مذهبك، لأن الفساد الفكري والفساد السياسي اللي موجود يمنعك أن تكون إنسان صريح. فقال لك أنت مسلم شيعة وسني، يقول أنا مسلم. ذا قال لا أنت شنو، قل على أنا أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق إحنا نتبع سنة، الشيعة هم أهل السنة. قل نعم أنا أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال هذه معاناتنا، هذه شوفوها، ولا تقولون أنه الطائفية عندنا، بل الطائفية عندهم الذين يدعون الثقافة. نعم أمير تفضل يا أمير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا عبد السعار رحمة الوادي. تفضل. سيدنا أنا أشتغل بالفلوس بهذا الورق. أقول لو تبتعد عن التلفزيون وتتكلم معاي حتى أسمعك بشكل واضح. ابتعد عن التلفزيون. إن شاء الله. إن شاء الله. بلي. سيدنا على مدني الفلوس نشتغل بهم بالورق. نعم. يعني بهم إشكال. يعني تبيع دولار بالدينار أو الدينار بالدولار؟ لا لا الدولار بالدينار. وبالآجل يعني بالوقت يعني بالزمن. أي يعني كل شهر مثل حسب المبلغ يكون مثل 150 هيك. واضح. شهري. واضح أخ أمير، إن شاء الله أجاوب على سؤالك. أبو ملاك يقول أكو بعض التطبيقات الشيعية كحقيبة المؤمن وكالنفس الزكية، هذا يمكن الاعتماد عليها في مسألة توقيتات الأذان. حسب تجربتي أنا، حسب تجربتي تقريبا نعم، تقريبا نعم، وإن كان أنا شخصيا أحتاط. يعني الصلاة الظهر من يأذن أو التطبيق يقول وقت الأذان حال، أنا في الدقيقتين أتأخر مثلا من باب الاحتياط. نعم يمكن الاعتماد عليها ولكن مع احتياط قليل، لا أشكال في ذلك. السؤال الآخر يقول الأشهر العربية ليش متغيرة؟ يعني يقول الأشهر الميلادية، الأشهر الميلادية يعني الفرنجية إن صح التعبير ثابتة، الشهر الثاني الشهر الأول وشهر الثاني شهر الثالث بالشتاء، وشهر الخامس شهر السادس أو السابع والثامن بالصيف. وليش إحنا نشوف محرم فد 20 سنة في الصيف، وبعد 15 سنة 30 سنة مثلا يتحول كذا؟ ليش؟ الجواب سؤال مو فقهي ولكن سؤال على حال علمي. شوف حبيبي، لأن الأشهر الهجرية اللي هي لو قمرية يعني على تحرك القمر، الأشهر القمرية يعني على حركة القمر، القمر يمشي من على حال من برج إلى برج ومن مكان إلى مكان لمدة شهر، وهذا الرحلة اللي هي تسمى بالشهر القمري، شهر محرم شهر صفر شهر ربيع الأول، هذا أشهر قمرية. أو يكون بالشهر الشمسي، يعني بحسب ماذا؟ بحسب حركة الشمس، ماذا حركة الأرض حول الشمس. فشوفون أن الأرض تدور حول الشمس بحسب أبراج 12 برج، وهذه الأبراج كل برج هو شهر من الأشهر. فشوف أنه الكرة الأرضية بحسب حركتها بإزاء القمر وبإزاء الشمس، في الواقع تشوف أنه تختلف الأشهر القمرية عن الميلادية كل سنة 11 يوم وربع، 11 يوم وربع. هذه 11 يوم وربع لما أنت تجمعها 10 سنوات أصير
110 أيام أو 112 يوم ونص، 112 يوم ونص، 10 112 يوم ونص. وهذا التغير والاختلاف في الساعات والأيام راح يجعل أشهر من الهجرية في الشتاء وبعضها وين في الصيف وهكذا. فالتغير الفصلي بحسب الأشهر الهجرية في الواقع لأن الملاك، ملاك يعني القاعدة، هي حركة الشمس والقمر. أما الأشهر الفرنجية لا، ثابتة بحسب أرقام معينة جعلوها ماذا؟ جعلوها لأشهر هي ثابتة لسنتهم، أما نحن بحسب حركة الشمس والقمر. الأخ علي تفضل. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يديمك ويعزك مولاي. بارك الله فيك. المسلمين. أشكرك. مشكور القناة على الجهود المبذولة. حياك مولاي. حقيقة عندي ثلاث أسئلة. نعم. أول سؤال، ما حكم الأموال الحاصلة من الراتب ومن التجارة والمضاربة؟ هل هي خمس، هل هي غنيمة أم فيء؟ هذا أولا. ثانيا، الزوجة المهجورة من قبل الزوج لمدة سنتين، هل يحق للحاكم الشرعي تطبيقها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ السؤال الثاني، عفوا السؤال الثاني علي، السؤال الثاني شنو؟ مولاي، الزوجة المهجورة من قبل الزوج لمدة سنتين، بلي، والزوج ما يرضى يطلقها، هل يحق للحاكم الشرعي أو المرجع أن يطلقها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار مثلا؟ الحاكم الشرعي، بلي. هذا السؤال الثاني. الثالث مولاي، بالنسبة للصلاة الإجارة، بلي، الحقيقة ما أعرف، بس ردت أبتهم الدليل الشرعي والعقلي أو من القرآن، من السنة، من العترة الطاهرة، بحديث عن جواز صلاة الإجارة. مشكور، مشكور، جزاكم الله خير مولاي العزيز، أشكرك. شكرا. الله يبارك فيك، حياكم. أبو علي تفضل. أبو علي تفضل. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم. سيدنا فهد السؤال بدون زحمة. تفضل. سيد، أنا متزوج وعندي زوجتي. نعم. إي صايمة مصلية ملتزمة. بلي. بس بعض الأحيان تكفر. وتكفر بالله. إي والله سيدنا، هذا السؤال الأول. نعم. والسؤال الثاني، ما يعني أنا ما ترضى الزواج عليها مثلا، شنو الحكم؟ أريد الزواج عليه. بني، الله يسلمك سيدي، حياك الله، بارك الله فيك، أشكرك. الأخ أمير سؤاله يقول أنا أشتغل بالدولار، يعني أبيع الدولار بالمدة، أبيع ألف دولار، الآن قيمة ألف دولار مثلا ألف دولار 1,480,000، يقول أنا أبيعه مثلا 2,000,000، ألف دولار أبيع 2,000,000 لمدة سنة، يجوز؟ نعم يجوز، ما في إشكال. الدولار سلعة تبيعها بأعلى من قيمتها بالمدة، وكل فترة تأخذ من نفس القيمة شيء، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك، والمعاملة صحيحة إن شاء الله تعالى. الأخ علي يقول ما هي الأموال الحاصلة من الراتب والأرباح والعمل، هذه غنيمة أم فيء؟ أخي الكريم، هي ليست على حال من الغنائم، الغنائم هي في الحرب، الغنائم في الحرب، وإنما هي في واقع الحال من المكاسب، المكاسب التي يكسبها الإنسان في حياته. هذه المكاسب هي حلال لا إشكال في ذلك، ولكن إذا زادت عن سنته، يعني زادت عن حاجته في سنته هذه، أنه أنا كان عندي مثلا أرباح أو رواتب مثلا 10 ملايين، وأنا صرفت من عده 8 ملايين، بقى 2,000,000 زايدات، وهالسنة هاي انقضت وأنا زاد عندي هذا المبلغ، هذا الزائد عن المؤونة السنة، يعني عن حاجة السنوية، هي من المكاسب أو ما زاد عن الأرباح، ما زاد من الأرباح ومن المكاسب فيجب خمسها.
أما هي من الفيء، الفيء ليس الفيء في الواقع هو أمر مرتبط بماذا؟ بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. والغنيمة هي التي تكون ماذا؟ من الحروب التي ماذا يخوضها الإنسان. ولكن هذا مكسب، ستسمي أن هذا المكسب ربح؟ نعم ربح، وهذا الربح يمكن لك أن تتصرف فيه ما بأي مشكلة، لا خمس ولا زكاة، إلا إذا زاد عن سنتك أو كان في واقع الحال ضمن النصاب الشرعي يتعلق به الزكاة، وإذا كان زايد عن مؤونة يتعلق به الخمس. يقول الزوجة المهجورة اللي زوجها هجرها سنتين وما يقبل يطلقها، ما هل يمكن للحاكم الشرعي أن يطلقها؟ نعم يجوز للحاكم الشرعي أن يطلقها. فالزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتقول له: يا حاكم يا فقيه، زوجي هجرني، لا هو يطلقني ولا هو يرجع لي، فأنا كالمعلقة. هنا الحاكم الشرعي يتدخل في أن يفاتح الزوج أنه إما أن تطلقها أو ترجع إليها، فهو الحاكم الشرعي يقيم الموقف ويمكن له أن يطلقها ولو لم يقبل زوجها. واضح إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث يقول: ما هو الدليل على أن صلاة الإجارة صحيحة؟ شوف أخواني، أنه الأدلة طبيعة الحال الفقهاء لما يستدلون على القضية يقول أنه: هل يجوز الإنسان أن يأخذ الإجرة على العمل اللي يؤدي؟ أريد أنا أصلح موبايل، يجوز أخذ أجرة عليه؟ نعم، لأن تصليح الموبايل عمل محترم وعمل حلال وعمل ما في معصية، فيجوز الإنسان يأخذ أجرة عليه. أنا أبني دار، أنا أعمل في مصنع، يجوز أن أخذ أجرة على عملي لأن أنا أعمل عمل صحيح. أما أروح أعصر خمر ما يجوز، لأن عمل عصر الخمر عمل حرام، فأخذ الأجرة على العمل حرام ما يجوز. فأدلة صحة الإجارة وأخذ الأجرة على العمل أدلة تامة في أنه الإنسان أن يأجر شخص على فعل معين ويعطيه ماذا؟ ويعطيه أجرة. وهناك آيات في القرآن الكريم تتحدث على أنه يمكن الإنسان أن يجعل عمل إنسان أجرة وثمن لقضية معينة، أنه أنت تعمل لي 10 سنوات عندي وأنا في الواقع أجعل عملك هذا مهر لبنتي، ما في مشكلة، كما حصل بالنسبة إلى نبي الله موسى، فيمكن ذلك. فما دام الأجرة لعمل محلل فيكون ماذا؟ يكون عقدا صحيحا. نيجي نسأل: العمل المحلل وهي العبادة، هل يجوز الإنسان أن يعبد الله عن شخص ميت ويقوم عمل نيابة عن شخص آخر، هذا العمل العبادي يجوز أن يأخذ أجر عليه؟ الفقهاء يقول: لا دليل على المنع، ماكو دليل على أنه ممنوع الإنسان أن يأخذ الأجرة على العمل اللي يقوم به. أنا أصوم وصومي لله ولكن نيابة عن فلان، فأخذ الأجرة على هذا الصوم، ما في إشكال. وإذا دليل شنو صار؟ إطلاقات أدلة الإجارة، أن الإجارة صحيحة، والأدلة تقول أنه كل عمل أو كل عقد أجرة يصح أخذ الأجرة عليه إلا ما كان حراما ويكون عملا محرما. أما إذا كان عملا محللا وحتى لو كان عباديا فلا إشكال في ذلك، وأخذ الأجرة عليه ما في مشكلة. الأخ أبو علي يقول: زوجتي صائمة ومصلي ولكن تكفر في بعض الأحيان، يعني تسب الله. طبيعة الحال هذه من تربية الفاسدة، يعني الامرأة لما تتربى في مجتمع أو في بيئة سب الله بالنسبة لها دائما تسمعه من والدها من أخوتها من جيرانها من مجتمعها، هذا الأمر يصير عندها عادي وتتعلم عليه، يعني لسانها متعلم على أنه أي وقت تتعصب تسب الله، هذا من تربية غلط. فلا بد أن تتوب إلى الله، تستغفر الله، تضبط نفسها، وإلا فإنها ستعاقب يوم القيامة عقاب شديد. يقول: هل يجوز لي أن أتزوج عليها؟ الرجل يجوز له أن يتزوج على أكثر من زوجة
بطبق الشروط، يعني أن يكون عادل في التصرف مع زوجاته المتعددة. نعم، إذا انتهى وقتي. نعم، يقول الأخ المخرج انتهى الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. وإخواني، لا تنسوا الشهداء من الدعاء والرحمة والمغفرة، وللأخوة المعوقين والجرحى بالشفاء العاجل، وللعراق العزيز بالأمن والأمان، وبظهور صاحب العصر والزمان بالتعجيل. وأيضا لا تنسون والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.